أخبار اليوم. ذكراها معانا حسن مصطفى كان بيسمى الجوكر في الأعمال الفنية، لأنه كان بيسند أي بطل وأي عمل فني، وكان بيضيف إليه ويسريه بخفة ظله وبالكوميديا المبدعة الخلاقة دون ألفاظ بذيئة ودون أن وحركات بيستاء منها الجمهور. كان بيضحك بخفة ظله وبروحه الجميلة، بالإضافة إلى هو كان شخص بسيط جدا، شخص متواضع إلى حد، خدوم بيخدم أصحابه، بيخدم الفنانين الصغيرين اللي بيطلعوا معاه. كان في تعامله، أنا سافرت معاه سفريات في أعمال فنية، يعني كان منتهى البساطة ومنتهى التواضع ومنتهى أنه هو بيخاف على كل ممثل جنبه. مع حسن مصطفى لن ننساه، فنان جميل. شكرا.